الحمد لله تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك فيصل ومجموعة سلام البيطرية، والمجموعة لديها نشاط جيد بدأ منذ السنوات الأخيرة، ومن أهمها إنشاء مستشفى بيطري خاص، ولديهم أنشطة مستقبلية في بحوث الإبل وأيضا الصناعات الاقتصادية المبنية على اقتصاديات الإبل، وخبرة جامعة الملك فيصل وكلية الطب البيطري بحمد الله تعالى على مستوى الوطن وعلى مستوى أيضا الإقليم الخليج مشهود لها بما تزخر به من كفاءات. سنسخر بإذن الله تعالى هذا الأمر لخدمة هذه الاتفاقية بإذن الله. تضافر القطاع الخاص مع الجامعة هو مهم وإيجابي لكل الأطراف، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن تيسرت هذه الاتفاقية، ونشكر الجامعة وعلى رأسهم المعالي على العمل الدؤوب على إنجاح هذه المبادرة، وإن شاء الله بإذن الله نجده على أرض الواقع خلال أيام بسيطة بإذن الله.